أهم دايماً هو التواصل معاكم من خلال سؤال حلقة النهاردة. والسؤال بيقول: توقعاتكم لنتيجة مباراة اليوم ما بين الأهلي وحرس الحدود، المباراة اللي هتجرى في تمام الساعة 8:30 مساء على استاد الماكس بالإسكندرية، تتوقعوا إيه؟ من خلال طبعا صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام. ومع نهاية الحلقة نشوف توقعات وتفاعل حضراتكم زي ما أنتم متعودين.